مساكم الله بالخير. اليوم احنا بنسوي لكم اكله او كذا اكله عندنا اليوم محبوبه حق التينيجرز والصغار، لان ضيفتنا حلوه اموره صغيره تغني وتمثل، اسمها رهف العنزي. راح تتبدل الحين بتيكم، بس قبل ما تتبدل انا وياي ضيفي ولدنا هيثم، واللي هو مشهور يسوي عندنا البرجر، وياب لي انا صراحه برجر تمنيت تذوقونها، واشياء اخرى وايد من المشويات. عدل هيثم؟ اي نعم عدل. وستيكات ويعني مجموعه حلوه، بس البرجر هات هيثم حنوريهم اياه. هذه الجاينت برجر اللي هي اكبر برجر صراحه انا شفتها. لا واليوم ببدع، اليوم بسوي دبل. اي دبل باتي كينج سايز. دبل باتي كينج سايز. وطبعا راح تقولون ايه راح تحطون خبز صغار فوقها؟ لا ما راح نحط خبز صغار، نوريكم الخبزه مسويه خصيصا عشان هالبرجره. شوف ايش كبرها. نفس المقاس. نعم نفس المقاس. شوف ايش كبرها. ان شاء الله تعجبكم. ان شاء الله. الحين بس ابي اقول شويه عن البرجر يا جماعه. لحمه البرجر اللي انتم تفضلونها بس تكون نفس المقاس، وطبعا لا تروحون تدورون، ماكو بالجمعيات كذي. لا ماكو. ما في يعني. لازم بالبيت. لازم بالبيت تستوي. يلا عشان نبدي فيها مبكر لان تبي لها 20 دقيقه شغل. تفضلي هيك. ان شاء الله. طبعا راح يكون لازم النار شابه عندكم، حرارتها هي حاميه. نعم. زي او وسط الى حاميه. هي. وننزلها ان شاء الله بس على بسم الله الرحمن الرحيم. ونحط اختها بعد يمها. ايه الثانيه وراها على طول. ايه. بسم الله. ايوه بس لطب مني. لا هي يعني ام البرجر بسميها انا، ماكو ام الربيان، هذه ام البرجر. ايه ما شاء الله. ايه. بعدين نسكر عليها ونخليها 20 دقيقه، في هال 20 دقيقه بنسوي اشياء ثانيه. ايش عندنا هيثم بنسوي؟ عندنا راح نسوي التوميتو سالسه. نعم. اللي هي صلصه الطماطم المكسيكيه. نعم. شويه حاره سبايسي. اي اللي تنوكل مع الناتشز. ايه تنوكل حق الدبينج مع الناتشز. نعم. وعندنا بعد اللي هو التشيكن وينجز. ايوه. راح نسوي تشيكن وينجز، فرايد تشيكن وينجز. هذه الحين ثلاث اشياء، ان شاء الله يكفي الوقت، ترى هو عنده اشياء وايده. ايه. ومحضر لي تحضيرات. سلطات ودبات واشكال. إيه. ان شاء الله يكفي الوقت لان احنا محدودين بوقت محدد. نعم. الحين تعالوا شموا الريحه، ريحه باربيكيو الحين عندنا بيتنا باربيكيو نراوح على قولتهم. ها الفريج الثاني شم. نعم شيء هذا الشيء اللي شهيت. شوف ايوه طبعا الحين ما نقدر نحركها لين تصك. ترى هذه غلطتنا كلنا، اذا منيه حق البرجر نحطها وني بنحرك تكون لاصقه. إيه. وتنكسر ويانا. ايه. فتخلونا لين ابو افضل شيء ابو داود البرجر من. ايه. تنحط على النار ما تتقلب يعني. خلاص. خليها قلبه واحده. قلبه واحده ثلاث اربع دقائق قلبه واحده. عدل هذا الحين نبتدي بالشيء الثاني، نتبل التشيكن وينج لان ياخذ وقت. اي نعم. ايه. عندنا التتبيله حق التشيكن. تتبيله التشيكن وينجز هو حسب اختيار الشخص. نعم. نفسه، في ناس. حلو. تحب البهارات الحاره، في ناس تحب السيزنينج التشيكن وينج. احنا نقول لهم طبعا يعني ينحان مقطوع الطرف منها ومنظفه الحجم اللي تبونه، ناس يبيعون جنحان كبار، ناس جنحان متوسطه، ناس جنحان صغار، وهذا هذا الشكل المناسب اللي هو متوفر عندنا بالجمعيات دائما. اي طبعا نحط عليه بهارات الدي اي. بهارات الدي اي اللي هي هذه خلطه معينه. هذه خلطه يعني تقريبا فيها وايد ما بين الكمون وحتى فيها اوريجانو وفيها فلفل اسود فلفل اسود وكمون وايد وايد. فخلطة بهارات التشيكن يعني على ما هذا تقريبا ما يقارب بينت ريحه بس. إيه ما يقارب الكوت اللي من برا. لا هذه من برا انا هذه صراحه اكون معك البهار جايبه من برا. البهار من. إيه. برا والكيلو تقريبا تحط عليه قفشتين. كل كيلو ياخذ قفشتين. إيه قفشتين. حلو. تقريبا ونقلب فيهم. هذا تفضل او تبي ذولي؟ اي والله لا عادي انا عادي اقدر استعمل ايدي بس يعني احنا اللي بناكل. اي الاكل لنا، اذا عندكم احد بيلبس بكفوف اوكي عندنا. إيه. احنا بالابدان احنا بناكل احنا مسوي بدينا. اذا نقدر نحط. إيه. عليه بعد شوي اذا عندك زيت الزيت في زيت عادي في زيت الزيت العادي افضل. زيت العادي تفضل. إيه. ملحه فيها وكل شيء. اي إيه هذا يعني جاهز كل شيء بس تقريبا قفشتين ما يقارب القفشتين. اي وحده؟ اي.
نتبله عدل حلو اي اي وبس بس نحط عليه ونخليه متبل ولا تبني احركه بالمقلى لا 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 نخليه متبل شويه خمس دقائق اخذ له بس تتبيلته بس على ما يتشرب التتبيله وبعدين نقلي ان شاء الله الحين بنضيف له الوورشستر صوص بنخليه ينتظر شويه ايش كثر تقريبا يعني 15 minutes على ما يستوي هذا عشان طبعا هو اوفر نايت افضل يعني. الله كماري اليوم كاشخه اليوم باربيكيو لابس انا لابس اللبس اللي حق الكشته اي شلونك هذه الوورشستر صوص تبطل الحين بس من فوق ايوه بس مقدار قفشتين قفشتين اي قفشتين او ثلاث بالكثير اي نعم هذه ثنتين اي بس هذه هذه زياده اي نعم بنخليه يتبل ونرد لكم بعد شوي ان شاء الله عندكم البرجر طبعا سوت لنا لويا شوف الشبورة الضباب صارت عندنا والمصور فوق احتفظ علينا من الدخان بس ابى اقول لكم شو اللي صار احنا متبلنا الدياي وحطينا البيكن بس هذا البيكن اللي هو البقري اللحم المقدد اللحم المقدد عشان نحطه مع البرجر عشان تصير برجر برجر يعني وراح نوريكم اياها الحين طريقتها الحين ايش عندي انا ايش تبي اسوي هيثم الحين ان شاء الله بس راح نحط البيكن فوق البرجر اي ونحط فوق التشيز اي طبعا عندنا نوعين من الجبن انا جايب عندك راح نستعمل كافة. اللي هو التشيدر تشيز اي في نوعين طبعا في هذا اللي هو الريل تشيدر تشيز ايوه وعندك هذا اللي هو نو هذا ايمنتال تشيز ايمنتال تشيز غير فراح نستعمل على كل طبقه الطبقه الايمنتال طبقه واحده عندنا طبقتين جبن وهذا شنو هو هذه التشيدر هذه الريل تشيدر هذه بروسس تشيدر هذه بروسس تشيدر اي فراح نستخدم الريل تشيدر مع الايمنتال ناخذ من ثلاثه نحط والله تشوف ترى هذاك هم بعد ناطر انا هذا انا اكلت منه قطعه عجيب اي عجيب ما شاء الله شويه يعطي طعم لذيذ ومع اللحم المقدد المشوي راح يطلع عجيب وعندنا طبعا الطماط والبصل ها ما قلت لهم ترى في عندنا كارملايز اونيون اللي هو البصل مكرمل مكرمل بس على النار عشان يطلع الشجر ماله هذا هو بس ويا زبده شويه بعد بداو مع زبده ها إيه نعم. مع زبده بس ما في اي نوع من انواع البهارات لا ما في بهارات إيه ابدا وعندنا مخلل سلايس شوف شلون صف عليها اللحم اي هو اللحم. البيكن حالاته يعني مو مستوي وايد عشان لا يحترق لانه خفيف انا خلي واحده تستوي لان احب طعمها اي خلها هذه خلها على جنب هذه خلها على جنب الحين طبعا نقصر على النار لان استوت نعم اوكي ونبلش نضيف طيب بالنسبه للخبز ما راح تحمر الخبز ولا على طول لا الخبز على طول لانه هو اذا نقدر نحمر الخبز نحتاج صاجه ما نقدر صاجه ايه او اي لانه لازم نشيلها على طول نحطها على الخبزه حلو اخلي لك مكان هنا حق الخبزه اي والله لو ما عليك امر نبعدها شويه عن النار عشان لا تلسع عليها ايوه عدل. كماري أبي صينية مدورة راوند راوند تري طبعا راح نحط الجبن الحين أيوة عشان يسيح ها نعم. شوف عشان يشوفون ويانا حطينا البصل المحموس هني فوق على طبقة على طبقة وحطينا اللحم على طبقة وهذه صفينا طبقة من الجبن هذا الشدر الشدر تشيز الشدر تشيز نعم. عشان يسيح شوية وياه هذه نقصها نصين عشان تكمل كل الطبقة ها؟ أيوة بالضبط هي راح تسيح بجميع الأحوال الحين راح تسيح يعني محمد نوخر شوية كذي خلي أخذها بس على شكلها طبعا طبقة شيدر تشيز والطبقة الثانية اللي هي الإمنتال نعم. طبعا اختياركم حق الجبن هذا شيء راجع لكم فناس تحب أي ترى البرجر أي نوع جبن تقدر تحط وياه الجبن اللي تحط ناس حتى يحطون شو اسمه هذا اللي فيه اللي فيه الأخضر شو اسمه الأزرق
اللي هو البلو تشيز. البلو تشيز يحبون طعمه مع البرجر، مع ان انا اقول لهم وايد حاد وايد لا ناكل ناس تفضل. في ناس يحبون البروفلون تشيز، البروفلون وايد بعد ممتاز مع البرجر. انواع الجبن يعني انتم اذا رحتوا فرنسا او امريكا راح تلاقون جبن على عدد ايام السنه 360 نوع، كل يوم تقدر تاكل نوع. اي نعم كذي كافي ممتاز. طبعا الحين بس نسكر عليها على اساس انها تاخذ لون، بس انا ما ابي ما ابي. هذه زينه حقها صينيه عاد. ليش صينيتك كذي كمان؟ إيه زينه، هذه زينه كانها كانها طار محمينه زود وشالخ عمره كذي. ليش؟ وين بيكناتي؟ بيكناتك جاهزين. اه خل اخذ صحن. وين وين وين؟ حط لك ياهني. دقيقة ونص على ما يذوب الجبن. شود احنا نبلش بالخبزة. تبي سكين؟ لا اوكي. بسم الله. خليني بسكين احسن. اتس اوكي خلاص طلعت. ممتاز. طبعا شفت شلون؟ الخس يا بابا موجود. اي كافي تمام. مشكورة يا كماري. مشكورة ثانك يو. سوري. طبعا تقدرون اللي ما عنده بخاخ الزبده يقدر يعني يذوب شويه زبده ويمسح الخبزه بزبده. نعم. يعني اي نوع من انواع الزبده. اللي ما يبي زبده يحط. واللي مسوي رجيم لا ياكل زبده. نعم. لا مع هالاكله لا تقول لي ماكو رجيم. هذه فاست فود مسوى بالبيت عجيب. ونحتاج الثانيه بسويهم طبقتين فوق بعض. اي نحتاج الثانيه حق الطبقه اللي بالنص. ايوه. واو الله يا الصيام، خاصة اللي يحبون الفاست فود الحين يعورون فيني عمره. ايه يوعتنا واذيتنا. ليش اذيتكم يبا؟ هذا كله عشان تستانسون، عشان بس نعطيها نعطيها بعد شوية عشان تكونون بشهية أكثر وقت الأكل. تتحمر من رهوفة وينها بنيتنا؟ ما جهزت اللي مسوين الفاست فود علشانها. الفاست بس فاست بس ايه ريل كويتي فود فاست على قولتهم. والله انا ما انظر اليها فاست فود الصراحه. اللحم فريش طازج. إيه نعم. كل المكونات طازجه. نعم. فريش. نعم. فما فيها مواد حافظه وشيء من هالنوع اساسا. بس نبي القطعه اللي تحت. القطعه اللي تحت المسمسمه ما نبيها. هذه الثانيه بعدين نسوي عليها خبز ساندويتشز. اي ساندويتشز واي شيء. وين المايونيز كان موجود؟ مايونيز كان. إيه. أوكي. سلام. طالع عندك محمد؟ حبيبي. والكاتشب بروحه ولا؟ كاتشب بروحه تالي. اللي يبي كاتشب يحط. تمام. ترى المايونيز مو وايد مقارنه بحجم الخبزه. لا لان هذه تقريبا كل واحده. أي. كل واحده عن 12 برجر اعتقد تقريبا. اي نعم. تقريبا اي. فاحنا تصورنا نسوي 24 وحده فالمايونيز جود يعني الحجم. يمكن في ناس اخترعت من شافت كميه المايونيز اول شيء بالسكويزر. اي بس مو وايد. وش حق يخترعونه هذا الشيء؟ اتبع ذوقك انت. تبي تحط مثل انا لو يسالني هيثم انا اكل خبزه والحمه مشويه خاليه. إيه تدري فيني من سنين. إيه ما شاء الله. لا تحطوا لي شيء، ابي بس طعم الحمه والخبزه، ما ابي شيء ثاني غير ملح وملح وفلفل اسود. ايه يا سلام. طبعا الخس انواع واشكال. انت بس انت ما اخذ. إيه؟ هذا الكرامبلد عشان. إيه هذا يسمونه السكيرت. وبعدين حبايبنا اللي يسمعوني الحين بالتلفزيون يقول لي سيمان انت ساعه تحكي كويتي قح مول مقبر وساعه تقلب بالاكسنت امريكي. إيه؟ حسب الوصفه. إيه؟ يعني اليوم نسوي برجر، لو بغينا نسوي خباط. إيه؟ ولا مطازيز نسولف نسولف عادي. عطنا المليله وحط هذه. اليوم. إيه؟ لا بناخذ راحتنا سوالف لازم يدش فيها هذا الشيء الحديث. إيه؟ هذا اكل الكويتي لازم. نعم. سوالف شرق وجبله. نعم. زين. إيه؟ واذا اكل الامريكي الهمبرجر أكل بنكسر لساننا شوي نكسر لازم. إيه؟ حلو. الحين هذه بتقعد فوقها
برجرة. أي. واحدة من اللي سويناها. تقعد فيها وفوقها برجرة. طبعاً البصل في ناس تقدر تحط بصل. لا بس في كارملايز أوكي. أي. خلاص نطفي عليها. الحين نطفي عليها نخليها شوية. بسم الله. أيوة. بس شوف ما شاء الله للحين على الفات يعني اللي فيها للحين. طبعاً لا تقولوا لي برجر من غير دسم. أعطني هذا عندك. برجر من غير دسم راح يطلع ناشف. وأنا شفت بعض الحلقات هناك عندهم في أمريكا يأخذون نفس قطعة الهمبرجر نفس اللحمة المفرومة ويحطون فيها قطعة زبدة بالوسط ويحطونها لأن يقول لك هذا يبيلنا لين على قولتهم اللحم كلش ما في ولا قطعة شحمة فنستخدم الزبدة الطري من غير زبدة راح يصير تف ويصير صعب إنك تأكله. إذا أنت جابل هنا خلينا نكمل إن شاء الله بس. طبعا احنا ما حطينا بصل لان في اللي يحب البصل يقدر يحط البصل الابيض البصل الاحمر نعم اللي على كيفهم فاحنا يعني في ناس وايد ما تاكل بصل ف ينشف الريق شويه لا والله بالعكس انا احب البصله في كل شيء. يقول عنبر الزاد يا بصل قبل يسوتون فيه عنبر الزاد يا بصل وصاد جيم هو عنبر الزاد والله هيثم على القد مولي ها ايوه ما شاء الله لا اله الا الله الكرتون هذا ما شاء الله إيه كرتون حق 24 همبرجر إيه؟ أوكي يعني ماشي وياها السالفة هذه إيش بعد فيها طماط ثانية لا لا الثانية لا بس طبقة واحدة طماط والطبقة الثانية اللي هي البيكلز عشان نوزع ال ممتاز حتى الطماط شوف على حجم البرجر لازم يكون حجمه كبير يعني شوف نعم. قصته عريضة حلو. ما تكون ضعيفة كلش عشان عشان لا بسم الله. هذه طبقة هذه البرجر حطيناها بسم الله اوكي ما شاء الله ريحتها هيثم عجيبة الحين البنز الثانية فوقها ثانية فوقها بسم الله ما شاء الله اوكي بعد اللي بيسوي عيد ميلاد لا يجيب الكيكه هذه او ناس ترى اي بس او ناس من الكيكه واصح اي والكيكه بتتم ما تنوكل هذه راح تنوكل لان الكل يقول ابي برجر وهذه الطبقه الثانيه فوق واللي ما ياكلون لحم نقدر نسوي لهم فيجيتيريان ترى تصير صح على خضار على خضار تصير وتصير على دياي نفس الشيء نعم بعدين عاد الكاتشب ها كاتشب بسم الله يأتوا ولا بعد؟ يأتوا؟ أنا بيكم تيوعون عشان لا تحلطمون علي تالي من إنستغرام الله يعطيك الصحة والعافية ما قصرت يا هيثم نعم هذه الجاينت برجر إيه وهذه الحين نعم. ختامها مسك ما شاء الله هذه من فوق ما شاء الله ما شاء الله والله لو عندنا ميزان وزناها لا إله إلا الله بس أشوف ثقلها إيه فيها 5 كيلو إيه هذه مو دبل هذه ما يقول ما يشيلها المتريق فيها عقب بنقص لكم ونوريكم شنو داخلها لما نكمل وصفتنا الثانيه برد لكم بعد شوي قلنا لكم بنسوي تشيلي التشيلي كلش بسيط لحم مفروم يتحمر لما يفتل وتشوفونه نضى عقب نضيف له صلصه الطماط ونضيف له البهار المخلوط نفس البهار اللي استخدمناه حق الدياي عدل هيثم ايه؟ اللي هو البهار الامريكي هذا اللي نشكل ايه؟ مالهم نعم طبعا انا بالنسبه لي انت يا رعيه البيت او اللي بيطبخ استخدم البهار اللي انت تحب طعمه مو لزوم تطلع نفس طعم السوق طلع طعم بيتك انت انت تحب من البهارات سوي صحيح نعم يعني حتى بهارات الدياي غير بهارات التشيلي بهارات خاصة حق اللحم نعم زين وبهارات الدياي هم بهارات خاصة حق الدياي حلو 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 الحين احنا قاعدين ننطر بس راح يدورون اذا في عندنا الكدني بي البينز هذا الاحمر واذا مو موجود حطوا اي نوع اي عادي فاصوليا تحبونه انت وياه اي البلاك بينز او البلاك بينز الحين ننزل عليها الطماط ولا اي بس اي صوص التوميتو صوص هذا قاعد تشوفون احنا قاعد نتبل الدياي بس بالطحين وبيكن باودر ما في شيء ثاني اللي هو الغطاء الخارجي نعم. والدهنه كهي حاميه يلا تبي ننزل فيها يلا توكل على بسم الله انا اللي سويته اول شيء بسم الله هذا اللي مسويه من اول اللي تحت ما شاء الله ايش
قدر ياخذ هيثم على النار؟ ما يطول الدياي الجوانح سريع السوى. اقصر عليه؟ اقصر لا خله على نار حاميه. اي نار حاميه. اي بسم الله. بعدين لان بنطلعه وبنحط عليه اللي هو البافلو صوص. ايوه عشان يخليه يستوي مره ثانيه. اي ويصير سبايسي. حلو. نطلعه نحطه بمقلب روح بدون دهن. بس هيك؟ لا بعد. تاخذ زياده؟ اي تاخذ زياده. اي بعد. استرى لي بس اخر. ايوه. وهذا والحين الشيلي. ايوه هذا بعد اللحم. بس الحين نفرغ وياه اللي هو صلصه الطماط الجاهزه. جاهزه. اوكي تقدرون تسوونها بالبيت. نعم. او الجاهزه مقدار علبه. ما فيها لا ثوم ما فيها شيء ثاني. لا ابدا ما فيها. والبهارات اللي هي بهارات الشيلي. ايوه اللي هي عباره عن معظمها يكون اغلبها كمون وشم ريحتها. شوف ريحتها عجيبه. وفيها فلفل جنبها. فيها فلفل. هي حاميه. أيوة. فعاره شويه. انا جايب بعد وياي فلفل زياده. تبي قفشه عشان اعرف مقدار ايش كذا تبي؟ هذا كله ينحط عليه. كله. اي هذا تقريبا مقدار قفشتين او قفشتين ونص. أي. وعندك هذا الكين بيبر. واللي هو فلفل حار. هذا الفلفل الحار الكين. لا ترفع لان عاطس. اوكي. طيب خلنا نكمل حماتك. إيه؟ تقدر تسوي الصلصه انت. يلا هذه شنو الحين؟ هذه اللي هي السور كريم مع صلصه سور كريم مع الشبن. شنو هذا وشنو هذا؟ هذا سور كريم. ايوه وهذا روب يوغرت العادي. ايوه يوغرت. اوكي نخلطهم مع بعض. هذه قفشه. اي نخلطهم مع بعض. نعم. طبعا هذول تقريبا ثلاث قواطي روب. إيه وهذول ثلاث قواطي بس ما راح نستخدمهم كلهم. راح نستخدم مقدار قوطي او قوطي ونص سور كريم مع الثلاث قواطي روب. ممتاز. اوكي فهذه القرفه تقريبا عن قوطي عن علبه. نعم. اي نعم. اوكي تجي الحين يشيل الدياي من هني تشوفوا تقلش حلوه الاعصار. هلا يا حي الله رهف. هذه رهف نعنزي فنانه. نعم حياك الله. فنانه وممثله صغيره ومطربه ومحبوبه الحين اللي بسنها كلهم البنيات والاولاد كلهم يحبون يعرفون رهف نعنزي. ما شاء الله. اليوم هي ضيفتنا. حياك الله يا رهف. الله يحييك. والنقصه حق رهف اليوم هي عاد بتتصرف فيها عدل؟ صح. شو اخبارك؟ الحمد لله. وشنو اخر اعمالك بالسنه؟ طلعنا برمضان ولا لا؟ ان شاء الله. حبيبه قلبي. في بعد راح تغنين ولا بس تمثيل؟ شنو؟ بتغنين ولا بس بتمثلين السنه؟ اغني وامثل. الله يا سلام. ممتاز حبيبتي شغلك. وبعدين هالنقصه من حقه بتودينها؟ ان شاء الله يعني بوديها حق راعي البرد. حق راعي البرد؟ هو بيكيف راعي البرد عدل؟ راعي البرد بتعطينا هذه بتعطينا الفلي بتعطينا الوين. ما شاء الله. والديب. يعزم رابعه كلهم. نعم اي. خوشي. بنتي وايد تحبك. بنتي لورا وايد تحبك. حياك الله يا رحم. الحين سوينا نعم حق الدب اللي هو قلنا ثلاث قواطي روب مع علبه ونص. ممتاز. الحين قبل لا اخلص الدب شو اصب على هذا هني؟ هني البافلو صوص. وين البافلو اللي هو هذا؟ ايوه هذا البافلو صوص على كثر ما تبي. لما يتغطى كله يتغطى كله عشان بعدين ونخليه يتعارك فيه تقريبا حوالي ربع ساعة. بالضبط. بس أيوة لا أقل بعد أقل. هو أوردي حار الحين طالع من الدهن راح يشرب الصوص كله. وغطيه. إيه بس كافي. إيه بس الحين ما يحتاج نغطيه بس نخليه كذي ويشيكت بس نقلبه. ممتاز. بس نقلبه. ممتاز. لأن إذا تعرق راح يصير لين الدهن. إحنا ما نبي كريسبي. إيه بالضبط. إيه نعم حلو. وطبعا هل تروحون تطلبونه بالمطاعم يحطوا لكم اياه مع السلري ويحطون لكم البلو تشيز صوص. بالضبط. ايوه فهذا هو تقدرون تاكلونه مع رانش. مع الرانش يخفف الحروق. طريقه كلش سهله ولذيذه وانا وايد محبوب. هذا عندنا الشيري خلاص عدل. ايه؟ كمل الوصفه. الحين حطينا الليمون. الليمون شويه وحطينا الشبنت. والشبنت وياه. نعم وحطينا شويه ثوم. والثوم راسين فصين ثوم. هذه كمار يابت الهمبرجر. ايوه شكرا. هاتيها بس. مشكوره كماري يعطيك العافيه. وهذا بالنسبه لنا هني هذا الشيري خلص والديلي دب خلص فوقه على طول. ايه على طول فوقه. نعم. ناخذ الجبن السائل. نعم.
فوقه بعد. وبعدين ابي البيوز بس عشان اشيل الجدر الحار. ما عندي ابو داود. جدر حار. هات يبا. ايوه. حق الشيكن وينجز. وهذه حياك الله يا رهف، هذه نقصتك. فنانتنا الصغيرة. انا بنكمل هني باجي بس عشان نخلص شغلتنا هذه كلها. ايوه تمام. ادي له شوية جرين ان شاء الله. عجيب عجيب صار. نقول لكم هذه النقصة لكم اليوم، نقصتنا بيت القصار حق رهوف الحلوة اللي بتجسمها هي براحتها. أتمناكم الله ونشوفكم إن شاء الله بأحسن حال حبايبنا. في أمان الله.